واحنا النهارده بنتكلم على اكتر من قريه. الحقيقه اتكلمنا على قريه في الفيوم، فدلوقتي هنروح لقريه اخرى، هي قريه الجماليه بمحافظه الدقهليه. اشتهرت بعده حرف يدويه، من اهمها صناعه اسقف المزارع والبيوت باستخدام الغاب. كاميرتنا راحت لهناك عشان تتعرف اكتر على الحرفه دي من العاملين فيها، والتعرف كمان على مشاكلهم اللي بتواجههم. على مدار الساعة يعمل العشرات من الرجال والسيدات والشباب في صناعة الغاب، حيث تعد قرية الجمالية بمحافظة الدقهلية من أشهر القرى في هذه الصناعة التي تقاوم الاندثار. الغاب ده طالع من عند الله، والناس عاملاها سدادات في البحر، فاحنا بنشتري الغاب ده منه. الغاب بشتري السدة ب2000 وب3000 وب4000 جنيه، يا دوبك بجيب واجيب واشغل المناسك وادي هنا وهنا، واجيب مطور في البحر يمشي عشان يجيب لي الغاب، واجيب عربيه تجيبه. بنشتريه وبنحشه ونرجع نجيبه لحد البيت، ونجيب له حبال وبلاستيك ونقعد نمسكه. بنعمله سدد زي ده هيك ده اهو، ونقوم بايعينه. دي بلاستيك بنجيبه نحطه على الخشبه دي على الحجر، ونقوم حاطين الغاب كده، ونقوم نقعد نعدي كده على طول. لما ننزل سده مترين 3-4 طبعا ما بتتباع. ننزل من الساعه 6 نطلع الظهر، نطلع نطبخ لعيالنا، وننزل تاني نعمل منه طروده وسدات كبيره وسدات صغيره زي ما اي واحد بيطلع. صناعه الغاب من اهم الصناعات المستخدمه لبناء المنازل والمزارع ومظلات الشواطئ للمصيفين باسعار مختلفه، ولكن أصحاب هذه المهنة من المحتمل أن يواجهوا أزمة في هذه الصناعة الفترة المقبلة. أيوة، أقول الغاب هيخلص، وما احناش عارفين لما الغاب يخلص هنشتغل في إيه، لأن دي اللي احنا بنشتغل فيها وبنصرف منها على أنا وعلى عيالنا. والراجل اللي يروح يجيب شوية الغاب يقعد يحشه، ويروح الفجر يجي الصبح الساعة 10 و11 يحشه ومجيبه، واحنا نشتغل. ما بقوله هيهد البحر، البحر هيتهد، ما يبقاش فيه غاب خالص ولا أي حاجة، واحنا ما هنش عارفين لما هو يتهد احنا هنشتغل في ايه، لان دي مهنتنا من عمرنا وشغالين فيها، ما فيش حاجه غيرها. انا محتاج اي حاجه كلمني، وانا راجل مريض خلاص ما عدتش بقدر اشتغل. انا هشتغل في ايه؟ انا باخد النفران وبقعد في المطور وهم بقطعوا البوص وانا جيبه. تعد صناعه السدد المصنوعه من الغاب حرفه الغلابه البسيطه التي احترفها الرجال والنساء وتناقلتها بالوراثه من الاجداد للاحفاد، ويأمل أصحاب الحرفة أن يستمروا في هذه الصناعة التي تعد مصدر الرزق الأساسي لهم. هدير صبري، MBC مصر.